شوفي بعدها كلها روح سوا هيك فرد يا كلب انت شوي انت لازم تفوت على السجن مثل ما فوتني ما راح اشكي بريدي اني خربطتك وشك بس انت لازم تفوت مثل ما فوتني انا ما لي علاقه ولك ما لي علاقه كذاب ما حدا خبر النقيب عني اني هربان من مناوبه غيره يا ناصر ناصر صدقني انا شافوك طالع من المكتب وبعد طلعت بساعة وطلع النقيب واخذ التفقد سال عني بالاسم بعدين خليك رجال بده يمشي بالدوره مثل الطاووس ويعمل حاله داسوس لانه مدعوم لازم يكون رجال للاخر يا مره ماني مره ولك يا ناصر اقسم لك بالله لك لا تحلف ولك اليوم رح تغيب عن اجتماع بالمساء ورح تضل مربوط هون مثل الخروف لبكره مثل هلا ويا ويلك بس ترجع تحكي اي حرف لانه اذا ما حكيت رح تكون وحده بوحده ورح نضل اصحاب واذا حكيت رح يصير شيء ما بتتخيله روح ناصر ناصر شو عم تعمل انت عرفان شو عم تعمل ناصر ناصر رح تضل اليوم مربوط هون بالمستودع ويا ويلك يطلع منك صوت يا ويلك لانه وحيات شواربي وحيات شواربي رح اعمل لك فيلم بحياتك ما شفته فصيلة الأولى كاملة سيد العميد فصيلة الثانية كاملة سيد العميد فصيلة الثالثة غياب واحد غير مبرر سيد العميد فصيلة الرابعة كاملة سيد العميد فصيلة الخامسة كاملة سيد العميد وينه شواهد؟ شو بعرفني؟ العمى سجلوا غياب غير مشروع يعني هلق بحطوه بالسجن سيدي جواد مدعوم وما بيخاف عليه بس إن شاء الله ما يكون صاير معه شيء سجلوك غياب ولك ما قلك سجلوك غياب غير مشروع يعني بدك تفوت على السجن شو حالك شو صاير معك